سعد سفير، كيف يعني ترى وتقيم في هذه المرحلة طبيعة العلاقات الأردنية المصرية وكذلك العراقية؟ يعني طبعا العلاقات المصرية الأردنية والعلاقات المصرية العراقية شهدت تطورات كبيرة، ويكفيني الإشارة إلى أنه منذ مارس 2020 تم الإعلان عن آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، وعقدت في إطار هذه الآلية 4 قمم مصرية أردنية عراقية ما بين القاهرة وعمان وبغداد، ولأول مرة رئيس مصري يقوم بزيارة بغداد، أول مرة منذ عام 1990. فزار الرئيس السيسي بغداد في يونيو 2021، ثم شارك في أغسطس 2021 في القمة الثلاثي التي دعت إليها الحكومة العراقية لدول الجوار من أجل إرساء قواعد للتعاون العربي الإقليمي من أجل الأمن والاستقرار. فالعلاقات المصرية الأردنية العراقية خدت شكل فعال، شكل في مجموعة من الاتفاقيات تم التوقيع عليها بين الدول الثلاثة للتعاون في المستقبل في مجال الطاقة، الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، في مجال النقل، في مجال البناء والإعمار. فصورة العلاقات المصرية الأردنية العراقية هي بتتمشى مع متطلبات المستقبل، ومصر حريصة كل الحرص على مزيد من التعاون مع كل من الأردن والعراق، انطلاقا من قناعتها انه ترسيخ هذا التعاون يساهم بشكل فعال في استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق.